ماشا تسممت يا حرام من البوظه يلي كان يبيعها بودي بنص الطريق. نصيبي مش هون انه كل الاطفال يلي كانوا ياخذوا بوظه من عند بودي كمان تسمموا، اجوا هون خبروا الشرطه عشان يجوا يعتقلوا بودي. لكن هون بوقتها صار شيء، حطوا لايك واشتراك وتابعوا الفيديو الاخير لحتى تعرفوا شو صار. اوه بنت تعالي تعالي اشتري بوظه، تعالي 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 تعالي. ايه يا اموره ايه، عندي بوزه كتير حلوه انا اليوم. شوفي في عندي البوزه الصفراء والبوزه الموف وعندي البوزه الكاسه وفي عندي اشياء كتير طيبه كتير بحبوهن الاطفال. شو رايك انك تنقي واحده منهم؟ شوفي شوفي. واو عندك كتير اشياء طيبه يا عمو. هاي هاي يا عمو يا حبيبتي، بس شيلي ايدك عنهم وانت بس قولي لي نقي واحده وانا راح انقي لك اي بدك واحده بدك اياها. بس اسمعي، فيهن اشياء كتير كتير غالية، شو رأيك انك انت تنقي واحدة رخيصة؟ أنا ما بحب الرخيصة، بحب الغالية. طيب لكان، رح أعطيكي واحدة كتير كتير غالية، إيه؟ وبنصحك انك تاكليها لأنه كتير كتير طيبة، أوكي؟ يلا رح نقي لك هيدي، شوفي ما أحلاها. واو، مبينة عليها كتير طيبة. خديها يلا. بس نسيت شغلي أنا، ما عطتني حق هالبنت. معقولة نصبت علي؟ يا بنت وين راحت؟ خلاص رح كفي بيع، ما رح تفرق معي. أنا ضحكت عبودة، أكيد رح تطلع طيبة. طيبة كتير عن جد، هاي طيبة كتير على طعمة الفستق. يلا تعالوا 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 تعالوا، في بوزة كتير طيبة عندي، تعالوا. أخ بطني بيجعني كتير، آي لازم اروح عند الدكتورة. اخ يا بطني اخ يا بطني، رح اروح عند الدكتورة. اخ بطني. تفضلي تفضلي شمالك، قعدي قعدي استريحي. يا دكتورة بطني كتير بيجعني، بدي حل. طب شو مالك شو مالك، شو اكلتي؟ صراحة ما عارفة، ما بتذكر كتير. اكيد مشتري بوظة من عند بودي، وكل اللي عم بيجوا لعندي ماكلين بوظة وبطني عم بيجعن. شو عرفك؟ انا اكلت بوظة من عند بودي. اكيد هو شو فتح محل جديد ومش عارف شو يبيع. انا عندي الحل. شو الحل؟ بسرعة خبريني. لازم افحصك بهالماكينة عشان اعرف شو المشكلة. خليني ارجع افحصك. قولي ماما ماما مامي ماما مامو ميمي سي 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 مامو 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 مامو. عرفت شو هي المشكلة؟ شو هي المشكلة؟ بسرعة خبريني يا دكتورة. لازم تنامي على التخت عشان تعرفي. طيب طيب يلا يلا يلا، غمض عيونك عشان ما تحس بشي. ليش يا دكتورة؟ ليش خطرتي فيني؟ ما بأثر ما بأثر، أمي أمي هلا بالطبي. شكرا كثير يا دكتورة، شكرا كثير. تعالوا تعالوا، عم بيع بوزة أنا اليوم، شوفوا عندي بوزة كثير طيبة. واو تعالوا تعالوا يا صبي، تعالوا اشتري من عندي بسرعة، في عندي غالي كثير حلوة. شوفي عندي أشياء كثير حلوة، وفي عندي أشياء ما بتلاقيها بالمحلات الثانية، عندي أشياء كثير طيبة، جاهزة تشتري؟ ايه صح، عندي اشياء كتير حلوه وكتير قويه كمان. اسمع ليك، في عندي البوظه الزرقاء وعندي البوظه الموف وعندي البوظه الحمراء وعندي البوظه الخضراء وعندي البوظه الصفراء واشياء كتير. واو هون انت لقي اي وحده بدك اياها يلا. بس انا بدي اخذهم كل المال، مصاري كتير. شو معك فلوس كتير؟ اخيرا ربنا عوضني، ربنا عوضني عن كل شيء انا كنت اعمله زمان. عن جد عن جد الوضع كثير حلو هيك، عن جد عن جد شكرا كثير، شكرا يا الله شكرا، ربنا عوض. ها شو هاد؟ وين البوزه راحت؟ معقول الكل نصب علي انا؟ انا افشل بياع بحياتي، الكل نصب علي. واو كثير طيبه وقويه وزرقاء كمان، عن جد شكلها كثير واو. هلا بدي افتحه واشوف شو بقلبه. خليني اشوف. واو هاد بدي ادوقه. واو واو كتير ذكي، حكت على بودي. اخ بطني عم بجعني، بطني عم بجعني، اي يا بطني عم بجعني. شو بدي اعمل شو بدي اعمل؟ خليني بدي اروح عند دكتوره. اخ يا بطني اخ يا بطني بجعني كتير، اخ يا بطني.
يا دكتورة ساعديني ساعديني، بطني عم بيجعني. بطنك عم بيجعك؟ اقعد اقعد هون افحصك. يلا رح اقعد رح اقعد. شو عم بيجعك؟ راسك عم بيجعك؟ ايديك عم تجعك؟ اجرك؟ شو عم بيجعك؟ عم بيجعني بطني، ما بعرف ليش عم بيجعني. طب خبرني خبرني اكثر، شو اكلت؟ شو عملت؟ شو شربت؟ يا دكتور انا ناسي ناسي. طب خلص ما تخاف ما تخاف، رح افحصك وتشوف بنشوف شو بصير. يلا يلا افحصيني يا دكتور افحصيني. هات لي افحصك. انت بتحب مقبوض كتير؟ ايه كتير كتير بحبه. بتحب اليوتيوب؟ ايه كتير بحب اليوتيوب، بحط لايكات كمان. بتحب ماشا؟ ايه بحب انا ماشا. انت كتير وضعك كتير تمام، بس بدك شغل صغير. شو دكتور خبريني؟ انت تسطح هون وبعدين بعطيك الدواء. طيب راح تسطح. خليني افحصك، هم دايماك عشان ما تحس بشي. يا دكتور يا دكتور كثير عورتيني. بابا اسرع عشان الطب لام ام. شكرا كثير يا دكتور انا رايح. انا جايب هاري بوزه. من وين فيهم بيع بوزه؟ تذكرت بودي انك فتح محل جديد، رايحه لعنده. تعالوا تعالوا فتحت محل بوزه، تعالوا اشتروا يلا تعالوا، ارخاص كثير، يلا قربوا قربوا قربوا. تعالوا 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 تعالوا. ايدك عم بودي انا جاي اشتري بوزه. ماشا حابة انك انت تشتري بوزة مني اليوم؟ في عندي اشياء كتير حلوة واشياء كتير رخيصة. في اشياء كتير طيبة وحلوة، فيني اشتري منك؟ فيكي تشتري، وفي انواع كتير حلوة، انت نقي اللي بدك اياه. في الاصفر وفي الاخضر وفي الازرق، وفي كمان هون اشياء انواع كتير حلوة، في عندي الموف الاحمر والاصفر وكل شيء كل شيء. اي حابة تنقي انت؟ انا حابة انقي الصفرة. الصفرة؟ اوكي ماشي، لانك انت ماشا خديها مجانا. يلا شكرا لك كتير يا بودي، عن جد كتير طيب بودي، فلازم اكلها اذوقها. واو شكرا طيب. لنا اسود. طيب كتير. واو عن جد انا ما توقعت هيك، كتير طيبين. بطني كتير عم بجهني، يمكن من البوزة. لازم اروح عند الدكتورة. بطني. واو انا الدكتورة حلا، مين اليوم بدي يجي عندي؟ معك ابرة كتير حلوة كتير قوية، لمين بدي ادقها؟ دكتورة يا دكتورة بطني كتير عم بجهني. يعني هلا انت بدك علاج يعني؟ ليش ماسك الابرة؟ انا ما بدي ابرة. لا لا بس الابرة منظر بس. طب كيف حصيني يلا لانه بطني كتير عم بجعني. يلا خلينا افحصك عشان اعرف شو المرض. انت لازم بدك ابرة. لا لا الابرة لا، انا بخاف من الابرة. بس لازم تاخديها للابرة عشان طيبة. لا لا بخاف منها يا دكتورة. لا لا يلا خليني ادق لك اياها. تقربي قربي. لا لا ايدي. كيف حسيتي هلا؟ بطني بطل يوجعني. هاي عشان بس الابرة اعطيتك اياها. شكرا كثير يا دكتورة.